ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتطلق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، وده في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة. النهاردة هيعقد المجمع العلمي المصري مؤتمر دولي بعنوان التطورات العلمية الحديثة وعلاقتها بالقيم الدينية والأخلاق، وده بالتعاون مع المركز المسيحي الإسلامي للشراكة والتفاهم التابع لأبرشية الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، وبمشاركة من جامعة كامبريدج البريطانية والأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنائس المصرية. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هتنطلق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي من كافة مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي، وده في ضوء رعاية الطلاب النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي. النهاردة هينطلق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ اللي بينظمه مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع المؤتمر اليورو متوسطي لتحلية المياه اللي بتنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه. يقام المؤتمر تحت عنوان مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط. يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية في مجال التحلية والطاقة ممثلين ل25 دولة. ويقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث المبتكرات في مجال تحلية المياه مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة قوية في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. هيلتقي بروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة 10 ليلاً.